إذن رجعنا معاكم مشاهدينا، راح نروح إلى موضوعنا القادم. بما أن احنا قاعدين في أجواء جميلة يا دانا، هذا الموضوع الصراحة يجرنا إلى موضوع جدا مهم. فريق عدسة البيئة الكويتية هو فريق تطوعي متخصص في توثيق الحياة الفطرية داخل دولة الكويت، وأيضا إعداد مرجع مصور مهم للأجيال القادمة علشان يتعرفون على البيئة الكويتية أكثر. صحيح أكيد. وفي ضيافتنا اليوم راح يكون الأستاذ راشد الحجي، رئيس فريق عدسة البيئة الكويتية. نرحب فيك أستاذ. اهلا وسهلا، وانا افرح ان شاء الله احسن. حياك الله وصباح الخير. يا هلا يا هلا فيك. في البدايه استاذ نبي نعرف وتعرف المشاهدين عن الفريق نفسه، متى بديتوا وليش بديتوا فيه؟ بدينا في 2016 كفريق رسمي، ولكن احنا كنا يمكن 10 سنين قبلها في مجال التصوير الحياه البريه وخاصه الطيور، فصار عندنا كم هائل من الصور الجميله والمناظر اللي ما تشوفونها بالكويت يعني نادرة، فحبينا نشارك فيها في عمل أعمال سينمائية أو معارض أو أشياء أفكار جديدة. فبدينا بتشكيل الفريق في 2016 تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. نعم نعم نعم. عدسة البيئة الكويتية يعني هذا الفريق التطوعي يوثق الطيور المهاجرة إلى دولة الكويت. أستاذ اليوم ودنا نتعرف على بعض هذه الأنواع من الطيور المهاجرة اللي تم توثيقها أيضا وتصويرها. هو الطيور المهاجرة تنقسم إلى أنواع، طبعا في طيور مهاجرة تمر علينا بالخريف والربيع اللي هو لمواسم معينة يعني. إيه في طيور اللي أحسن من الطيور المهاجرة اللي هي الفلامينجو. نعم. الطيور البحرية اللي حاليا بالشتاء في منظر جميل جدا ما حد يصدقه. في عندنا تصوير هالايام دائما على شاطئ صليبيخات او من مستشفى الولاده الى صليبيخات كلها، في مناظر جميله تحتوي على يمكن 100,000 طير موجودين حاليا هنا. أيوة هم من الفلامينجو؟ فلامينجو تقريبا 4,000. نعم. اللوح 20,000، الطيور الصغيره يمكن 30,000 أو 40,000، يعني في اشياء متنوعه يصعب على اي كويتي انه يشوفها. نعم. لانهم موجودين داخل البحر، متى تشوفينه؟ إذا حددتي وقت الماية يد فتروحين الوقت هذا راح تشوفين شيء خيالي. يعني لأمس واللي قبله نطلع نصور خاصة في الدرون طيارات. نعم. لأن ما نقدر ندش داخل البحر. فعندنا بالكويت مناظر قد تستغربون أنها لا توجد لا في أوروبا ولا في دول الخليج، هذه هالمنطقة هذه الصغيرة. نعم حلو هالمنظر، يعني لو احنا بعد نزوره ونشوفه يعني ممكن نتعرف اكثر على الطيور. استاذ راشد خلينا نتكلم اكثر عن الفريق، عددكم ايش كثر انتم موجودين في هذا الفريق، وايضا نبي نعرف عن الانشطة الاخيرة اللي سويتوها. هو العدد تقريبا عندنا احنا 15 واحد، من دكتور لمتقاعد لطلبة يعني متنوع، اي واحد نشوف عنده النشاط اللي قادر يخدم الفريق ويصور ويطلع، مو شرط حتى مصور يشاركنا اداريا ولا هذا فناخذه معانا. اما انشطه الفريق طبعا غير ما نوقف، عندنا كذا كذا مشروع. نعم. بمسانده التقدم العلمي دعمتنا ماليا ومعنويا قدرنا نسوي اشياء كنا قبل يعني نحلم فيها، مثل وضع اجهزه التتبع على الطيور المهاجره والعقبان والاشياء النادره بالكويت. استطاع الفريق حاليا وضع 25 جهاز تتبع ما شاء الله على طيور. ايه؟ يعني خلال بس من 2019 لليوم. نعم. استطعنا بدعم مؤسسة الكويت التقدم العلمي بوضع هذه الأجهزة ومراقبة الطيور وين رايحة، وحاليا قاعد نحاول نخليها في دراسة رسمية تقرير يقدم لجهات عالمية، ونحاول نستقطب طلبة من الدكتوراه أو الماجستير ياخذون هذه الدراسه الجاهزه واحنا نساعدهم مجرد انه يوثقونها في احد. نعم. الدراسات. نعم. هذه احد المشاريع. المشاريع. نعم. الثانيه عندك كل سنه عندنا موسم سفراء الطبيعه، ندرب مع وزاره التربيه مع معهد الابحاث في المكان، ندرب الطلبه على موضوع الطيور المهاجره ككل وشلون نصورها ونطلعهم حتى ياخذون منا
هذه الخبرات ننقلها للجيل الجاي. نعم، يعطيكم العافية، وهذا مهم، توثيق الحياة الفطرية داخل دولة الكويت وبعض الأنواع النادرة من الطيور المهاجرة اللي الواحد يتعرف عليها. ومثل ما ذكرت أستاذ، يعني المنظر الجميل اللي موجود صوب مستشفى الولادة اللي ما يتوقع أي شخص يمكن إذا شاف توثيق حتى هذه الصور، وموجودة الأدلة أن هذه موجودة داخل دولة الكويت، يستغرب بأن هذه الحياة موجودة داخل دولة الكويت وهذه من بيئة دولة الكويت. طيب، بالنسبة للطيور المهاجرة أو بعض الطيور، هل في طيور تأثر على خلينا نقول الحياة الطبيعية داخل دولة الكويت، وهل لها تأثير سلبي ولا كل التأثير يعني إيجابي؟ هذا الموضوع اللي أثاره، يعني خاصة لو نركز على طائر المينا اللي كان موجود عين هني، هذا يقولون خطر على البيئة، وفي مثلا في عمان أو قطر بعض الدراسات اللي أجروها. نعم، إحنا لو نرجع لبداية الكويت، كانت الكويت حول السور، أي طائر يبي بيئة، يبي أرض، يبي نبات، يبي حشرات، يبي ماء يعيش فيها. صحيح. أنا لما أي أبني أهدم هذه البيئة، خلاص الطير راح ينتقل إلى اللي بعده. إحنا بالكويت دمرنا طبعاً البيئة اللي كانت اللي يحن المدينة هذه. مستحيل يتواجد طير يعني ما عنده العشب الطبيعي اللي قبل كان يعيش عليه. إيه؟ بقى عندنا طائر واحد اللي يتعود على الزراز اللي يعيش في البيوت، اللي هو الزرزور. إيه؟ اللي نشوفه يعيش في البيوت. هذا في جميع العالم، ما في طائر ثاني يقدر يعيش داخل البيوت. الطيور الدخيلة تعطي جمال، لما نيجي حي الحديقة ونشوف البلابل الغردون، تأثير إيجابي يعني. هي تأثير. نعم. إيجابي طبعاً. إحنا شنو الإيجابي يعني؟ لأن بناكل ناكلها ولا نبي شيء؟ نبي الصوت الحلو. صح. نبي منظر أجواء حلوة وجميلة. فالمينا من أهم الطيور اللي هي تأثر تأثير إيجابي عكس ما يقولونه. احنا ما عندنا شيء نخاف عليه، يقول يعني من اهم اسباب اللي يقولون انه تاثر على البيئه، مثل ما قلنا ما في طير داخل مدينه الكويت من البيئه الكويتيه غير الزرزور. اي، فهو لا يؤثر على الزرزور. عندنا البلابل، عندنا المينا، عندنا الياكريم، حمام النخيل، هاي كلها طيور دخيله تثري. الحين تسمعين اصوات الطيور هذه كلها، ترى اغلبها طيور دخيله ما غير صوت الزرزور اللي نسمعه. في ممكن تأثر إذا كانت مثلا بيئة مثل عمان فيها بيئة طبيعية ونباتاتها وأشجارها وطيورها الطبيعية موجودة، هني لما نجيب لها طائر غريب عنها يمكن تأثر هني على البيئة. لكن احنا كمدينة ما عندنا شيء نخاف عليه، بالعكس لها تأثير إيجابي. فاحنا الوضع يختلف عندنا طبعا في كل مكان، يعني انا ما اقولش لا تجيبين أرنب بري، انا اجيبه واحطه مثلا بالبر الكويت ولا هذا شيء ايجابي، لكن لما حطوه باستراليا كانت بيئه اكبر منها، لا صار ما قدر يتكيف ويتكاثر باكثر. نعم. فكل دوله ولكل مكان لها حاله معينه. بالضبط. سمعنا استاذ انكم تدربون طلبه الثانويه العامه، فكلمنا عن هذه الخطوه. هذه رابع سنه الموسم مع مؤسسه التقدم العلمي مع وزاره التربيه، يختارون طلبه واحنا نعطيهم جميع الخبرات اللي عندنا، يعني خلال ايام مع تدريب عملي لتصوير بالطائره او التصوير بالكاميرات. نعم. صراحه يعني خلصنا تو يوم الاربعاء اللي فات، احنا خلصنا خلال العطله، المشرفين كانوا فرحانين ومستانسين وبالخبرات اللي خذوها اكثر من الطلبه يعني. فشافوا اشياء ما كانوا يفكرونها بالكويت. إيه؟ وديناهم الأماكن للطيور، الفلامينغو، الأماكن اللي هذا اللي فيها، استغربوا فكانوا فرحانين وايد. وإن شاء الله هذا البرنامج يستمر، حاليا الموسم الرابع يحتاج إلى نشر، مثل ما تقول يمكن الناس ما تعرف عنه شيء، لكن هو إحنا كمدربين فريق عدسة البيئة، أما الداعم الأساسي هو التقدم العلمي ومعهد الأبحاث المكان وزارة التربية، فهم عليهم دور النشر إبراز هذا. صحيح. الشيء الإيجابي. أكيد. طيب أستاذ، خلنا نتكلم أكثر عن فريق سفراء الطبيعة، شنو هذا الفريق ومن أعضاء الفريق أيضا؟ هذا يعني فكرة من مؤسسة التقدم العلمي أن تدرب. نعم. تلاميذ يعني وتأخذهم بعد الثانوية إلى الجامعة وتتابعهم. نعم. وتدزهم مع الأمم المتحدة ويصبحون سفراء للطبيعة في الكويت ولا بيئة الكويت، هذا الفكرة كانت عندهم. وحاليا احنا تقريبا عندنا كل اللي كانوا معانا بالأربع مواسم اللي قبل على تواصل معانا ونعرفهم ويون يشاركون معانا، فان شاء الله يعني زرعنا فيهم البذره، بس ناقص انها تنبت ان شاء الله، وراح تشوفون منهم اشياء جميله جدا بعدين. نعم ان شاء الله. استاذ راشد الحج، احنا وصلنا معاك الى ختام هذا اللقاء، بس نبي كلمه اخيره حاب تقولها للمشاهدين. احب بس انا انبه ان عندنا المحميات الطبيعيه تحتاج الى اكثر مثل ما تقول حمايه،
لان اللي قائمين على حمايته الحين كلها حرس عاديين نفس ملوت الاسواق. يا ريت لو تسمع هذه الكلمه تنشئ قوه من وزاره الداخليه اسمها اداره حمايه مثلا المحميات الطبيعيه، لان الاختراقات في كل مكان من المحميات كلها على حد سواء. فهذا المكان يعني هو الوحيد اللي بقت الطيور القديمه، النباتات نعم. القديمه، الاشياء اللي احنا نحبها في هذا المكان. اتمنى ان تعطى يعني اهميه اكبر. نعم ان شاء الله. كل الشكر لك استاذ راشد الحجي رئيس فريق عدسه البيئه الكويتيه، شكرا على حضورك معنا. يعطيك الف عافيه. اذا مشاهدينا راح ناخذ معكم هذا الفاصل ولنعود، خلكم ويانا.